قدومي أورك الصحفيين تسومالان السولجا محمود عبد الشام حوتو قدومي أورك حق الإنسان كمذا حبنان قول الدفاع يمد كم إذا بعض الصحافة تسومالان يا سعد وعم باري حرقة صدح وريو مالمي قدم بي كوكا لحدنا مقالو إنك بربرا إيه قبلي وحانا حرقة ورياشا سيسد الله الشيغة أمري ما إرادة مقالو إنك بربرا إيه قبلي صدح ذن وريا يلوك لمقعابا عبد الرحمن عيقى أحمد سعيد يولي من الشمعالة ضيب وعن مسؤولين تان يوغو باقين ان سيدك دقا حرية دادو لوغو سعليو ورياشاسي يوغو فرما كلا دوان او دري حكومة دا عصوب او قامين ايو موسى بيحي عبدي ويلاكو سدين حارق ورياشاني وكوان يوغو عارن تان كهاد ليا سعلا سعرتان وحشا المقادة بربرا لغو فرعي لبا وري او كلا احمد سعيد وكشغي تيفيق اريال يا عبد الرحمن عيقه واسنا كشغي تيفيق ساب وحا لوح عليه دعوه دين وكسو قدبي مايرك مجال بربرا عبد الشكور عدن سلوك له واحد شيل جديد كتيرة أو تضل عشرة رومان أنت الله شري إنك كتيرة لبعتن عشرة كدوات وري شم على الدجيب أو لجوه هيستو إن ويب سايت كله الجبل نيوز دوت نت ور لجيري كاسو أنتي وسود عني مايرك مجال الجبل سلوك له واحد شراء مريت حلوين أجنوس يجيب الجبل نيوز أنتي ويدنا الحجيري ودعوت كبنا حكومة رنتي أيوسو ببسي إن هي ذاك الصورك رنتي سوى كل واحد شري وبسالي كلا دواني أنا الحجيري أو شنها لوك مدرسي ده لكن سد حكم بأي حريين واحد كلا بريت ولا رنتي سنا المحكمة رفع عنك لهور كان دوانا وري محمد آدم در أو الله حري مدو لوك بلاد كهر ومن حكومة محكمة قبل كارجي السنة دي اللي حبلاد مرهنتي وحاسو الدعوة ذا وحاي كانن عريش كل يسامي تو كانن تاسع كرفت ما دامان تين عن حكم كحضرو بيعمنو يعني حكومة كعط سنة رنتي ما دام حكومة دي مدحنا أحمد محمد حلو السلاي يهيلها الجرسور كبرنتي وحيا رب بدن عن كود الشغلين من حال كيف جاريني كيسس كقار كود كل حال كوبان كوا كلام رنتي نظام كشرع يا دي لقف فرسان ويرنتي عن أمري تبني إن عن ما أنت حال كرنتي حكومة دو جب بعض رنتي إن كيسس كأن سوتري أح كوا تاجن ورياش عرنتي أو كجبيلي بريتو على محكمة الهور كان دانا كان ما دارك يشرنا إسلا رافع عن كبريتو على الهور كان دانا يلا بدع شلة لحده برمتي إن أنو كعد صنفتي إن هشيز كي أنو كقارنها إن دعوتها صحافة كذا كاس حرك صحافة دشلينيو يصير دستور كل شلينا رمتي صحافة كذا كاه دعوتها صحافة كذا كان لامرة نظام رمتي شرعية وحنو أرجنا إن قار كل إن تبضن كيسس كاسر رمتي أي سفوة عن شرعي وافصير رنتي لوحري ويدو عن وارد محكمة لسن أما عن دعوتي محكمة رنتي رسمي وافر من إن لحري قار كود رنتي دعوتي أي سعطة بناكو سعطة رنتي إن وحي سوكر لي كبحسن هشيسكي يرنتي نظام بشرعي عبر رنتي عن حكومة دوغو بغنو إن الدبو أكتو أي رنتي أهرم حاسي لاغاد غالو رنتي سيدي محلوقه قبل هاي لوح يلا كسحفينت لوغي سينيا واحد هايتو وافقسن ان دستورك سومااليلاند يا لا يحرك عالميغا ادنا وانو غخناي ان دولتو لا كوسato ماغتيدو سحفين لخريو مغالده بربره واخا كخيرن احمد سعيد يا عبد الرحمن محمد عقي قبلنا واخا كخيرن عبد الساق ديب علي دمان سحفينتا واخا خري مايرو وانا صفدا اي وخريان واخا ميد شرعي درا او كسور جيدو دستورك ونا ايغ اني تايا ود شيغشو وحنا مدخوينا جمله سومااليلاند عصب كودسنينا رنتي انو خيراده كقادو حالا حريد دو سعودي صحفيين تا وسي دايو سي أي شغل دو قطان دولو دونا عنا يلكو سن حرقية تعدية ايوها يشو فرصاد عصوب ويبوق عصوب كبلاو دو سي دايو تعامل ايسا صحافة دا حريرك صحافة دي حكومة دا كاري حيين اللي هقا اتشيو مارك اسبا هور مارك دلكو نصعون كرايا ديمقراطية دونا شغين كرايسا دولو دونا اي شغل وناكسان قبسان كرايسا لكن هادا اسكا سي سعوتو ان ملكي مسؤولة عراضة اما ما يكي كي تولة هايستا يا عراضة واربحين واربحين صحافة دي قرتك عراضة با وحلو تاسي وحيد دي بدن بيو غير سنيسا دولو دا يدالك با مرك عاد ياد بانو قحونا حريقة وحنا الدولة دا قعد سنين أو عاد ياد قعد كنا سيب ما دحونا ها عصب إن دتك هري سي شوقي عادة ذاك اللي كتير حريقة صحفيين تعان لدقي سن إن يارين كاسي ودان يا حيراد حرية دولو سعودية رنتي صحافة داس صحفيين تعيرن سيدو كل واحد كده ده صحافة حيران وكم دي هاتو فوس العطك الشعب كهاد وناق نيوز يو سيد ذاك اللي كون إن حيراد ده لقى قعدوا الله قلاد إن شغل ده قطع رنتي حريقو waxa ugu xun xariga sharci darada ah
ee aan loo soo marin sharciyada runtii waan cambaareynaynaa oo waxaan ku cambaareynaynaa runtii falka sharci darrada ah ee aan loo soo marin marnaba sharciyada ee ninka saxufiga ah kolba suuqa laga qabanayo runtii waxaanu ka digaynaa in saxaafadda ama saxufiyiinta sidii jaantaar rogonta ah in loo xidho runtii madaxweyne waxaanu ku leenahay annagu haddaanu saxaafadda nahay sharciga oo sarreeya ayaanu doonaynaa inuu sharcigu shaqeeyo annaga sharciga waxaan u aragnaa inuu sharcigu annaga xitana ilaalinayo saxaafaddana waxaan u aragnaa dhaliil kasta ha jirto waxase wax walo laga xumaado ah inanka kamaradda sita ee saxafiga ah ee la ogyahay xaaladdiisa ilaahay uuna og yahay inay soo noqnoqoto maalin kasta in nin shaar dowladeed xidhani ama golayaal deegaan ama gola deegaan xidhani uu ku tagri falo sharciga oo uu caburiyo maanaa filayn maanta maadaama ay tahay xukuumaddani xukuumad cusub oo aanu ka filaynay inuu waa u beriyeyba dalkii iyo dadkii marka soo qaato dhawaaqa madaxweynuhu uu sheegay uu yidhi sharcigu ha sarreeyo iyo sharcigiiba la dhaqan gelinaya runtii waa nasiib darro maanta in ay soo noqnoqoto saxaafaddii sida jaantaa rogunta ah loo xidhxidhayey ilaa hadda waxaanu haynaa inaan wax waarana ama sharciyada loo soo marin ilaa haddanu hayno waxaanu leenahay saxaafad ahaan ogolaan mayno in saxaafadda si qayla sharciga loo xidhxidho. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.